كنهنيو مدينه تطوان اللي تستحق هذا اللقب هذا اللي فعلا تستحقوا احسن كره لعبات هذه السنه هذه. كنتمنى حظ موفق لفريق الفتح الرباطي اللي قام مقابله جيده وشكرا للجميع. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، فكما كتشوف اذا كانت مقابله تسد معنى الكلمه وهذا الفوز بالبطوله فكنهديه اولا الجماهير التطوانيه والعائله ديك الصغيره وخصوصا رئيس فريق لانه ساندنا وفي الضراء قبل السراء، لانه في الوقت اللي كنا محتاجينه كتوقف جنبنا خصوصا في المقابلات اللي كنا كنهزموا فيهم، اما المقابلات اللي كنا كننتصروا فتقولنا الانتصار فراه ديالكم نتوما وشكرا. صحه الفوز ديالنا فرحه لا توصف، الحمد لله حققنا هذا اللقب هذا اللي صراحه جمهور وفريق ديال المغرب التطوانية هذا الموسم هذا كان كيستحقوا بكل جدار واستحقاق. الحمد لله قمنا بمقابلة جيدة، استطعنا نفوزوا بثلاثة النقاط ديالنا اللي خلتنا نبقاو في المرتبة الأولى اللي غتخلينا اللقب ديالنا. الحمد لله على هذه المقابلة هذه اللي قمناها وهذا الموسم هذا الجيد، إن شاء الله اللي غندخلوا به ديال التاريخ ديال مدينة تطوان، وهذا اللقب هذا كان ديال الأم ديالي والوالد ديالي والعائلة ديالك وشكرا. إذن فرحة مستحقة لفريق المغرب التطواني.